اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك؟ انا بخير يا حبيبي. تعالى اهي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. تعالوا 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 جودي تعالى. ابراهيم بيسلم. تعالي 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 إن شاء الله. حاضر حاضر. وأنا كمان حاضر. وأنا مامتي. حاضر. وأنا مامتي. حاضر. حاضر حاضر. طب حطهم يعني خليهم قدام مننا هنا. مبسوطين؟ اهلا 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 اهلا. تعالي هات 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 تعالي. طب بص كده بقى عشان محنوق. حاضر شويه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده انا اللي سعيد. احنا سعداء جدا. وانا سعيد اكتر جدا يا ريس والله. شكر شكر. انا بحبك جدا جدا. شكر جدا. بحبك جدا جدا جدا. انا عاوز ابقى اذكى واحد فيك ان شاء الله. اذكى واحد ان شاء الله. ان شاء الله. انا بحبك يا فخامه ريس. حاضر. بحب حضرتك قوي. انا نفسي اكون مصر يا ريس ان شاء الله. اتكلم. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتكلم. ممكن اتكلم حضرتك؟ طب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم وسعيد بوجودكم ومتشرف قوي والله باليوم دوت اللي انا زي ما قلت كده هو يوم بنعيش عليه السنة كلها. أنا مش مبالغ بالكلام اللي أنا بقوله ده. وأنا يمكن قلت وإحنا قاعدين كده إن إحنا في عالم الحقيقة فيه مش واضحة يعني. ودي حكمة ربنا إن إحنا مبقاش شايفين كل حاجة. لكن في يوم تاني هنشوف كل حاجة. واليوم ده طال أو أسر الزمان جاية. ويتبقى كل عمل طيب. كل عمل طيب الناس ممكن تعمله لنفسها أو لغيرها. وإحنا بنعتبر إن اليوم دوت الاحتفال ده فرصة لينا كلنا لحاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا نشوف عظمة ربنا وقدرته في خلقه، وكمان إن التمن اللي إحنا المفروض نقدمه شكر وتقدير للي إحنا فيه. دي نقطة. النقطة الثانية إن يا ترى إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة وبنحتفل بيه؟ هنزهق؟ هنتضايق؟ هنغض الطرف مش هنبص يعني ملناش دعوة؟ ولا نتصدى؟ طب حتى لو كانت يعني ظروفنا مش يعني مش 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 يعني لكن ممكن بالقلب. وإحنا كمان كتر ألف خيرك هنعمل مشكلة في البيت بقى بعد كده. شكرا. فالمهم أنا عايز أقول لكم إن إحنا نبقى قلبنا على قلب بعض ونحاجة على بعض ونساعد بعض ونقف على قد ما نقدر يعني حتى زي ما قلت كده لو بكلمة مع كل اللي إحنا بنشوفه ده ونساهم بكل أمر وكلام وفعل
وحتى موارد. ويمكن هنا أنا حطيتها في الترتيب بكلام بتاعي يعني، لكن عشان كان في وإحنا في بنتفرج دلوقتي جات لقطات من يعني من احتفالات سابقة، وكنا سامعين إن أهالينا اللي عندهم أهالينا اللي عندهم أهالينا أهالينا اللي عندهم أهالينا خايفين. وأنا ساعتها قلت إزاي يعني، ده مخاليق ربنا اللي ما بنشوفهاش تحت الأرض وفي كل حتة، رزقها مكفول وحياتها مكفولة، لأن إحنا مش إحنا اللي نقدر نقول نقدر نعمل إيه، هو عامل ومخلص سبحانه، هو عامل كل شيء ونهيه بقدرته وعظمته. فمحدش يتصور أبدا أن ممكن حد يضيع وهو موجود سبحانه وتعالى، وهو موجود سبحانه وتعالى ما فيش حد بيضيع أبدا. استغفر الله، محدش يتحط جنب اسمه أبدا، محدش يتحط جنب اسمه أبدا. كتر خير. المهم مش عايز أطول عليكم عشان الولاد اللي جنبي والبنات دول ما يتعبوش كتير، لكن عايز أقول لكم ما تقلقوش على ده. نعم حاضر حاضر. عايز أطلب من حضرتك طلب. أطلب. عايز أطلع مع الكابتن إبراهيم فايق. إبراهيم حاضر. نطلع مع. حاضر. وما راسي وعدني كل سنة أطلع معاك. إن شاء الله أهلا وسهلا. عايز أقابل لعبة الأهلي. حاضر حاضر. حاضر حاضر. حاضر حاضر. نرجع تاني وبقول بس لكم إن مش معنى إن إحنا بنقول لا في دور علينا، وإلا ما كانش ربنا هيجازينا خير أو يحاسبنا لما نقصر. لا في دور علينا كمجتمع كحكومة كمسؤولين في كل المجالات، في دور كبير جدا علينا تجاه كل شيء، مش بس تجاه يعني أولادنا وبناتنا القادرون يعني، لا ده دور للدولة. وأنا هنا يمكن أقول إحنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي إن إحنا أول أنت جاتلك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ أول مرة أشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيط مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبرة نحطها في الصندوق. ها لا على الهوا كده، لا على الهوا عشان تبقى خلاص. نعم. لا 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 انا عارف ان التزاماتك كتير، لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي. اتفضلي ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا ريس. ربنا يخليك لينا يا ريس. اتفضل يا دكتور مصطفى. اتفضل قول. لا يا فندم اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا اصل انا لو طلبت انا بطلب كتير. انا عايز اطلب من كابتن ابراهيم. حاضر. حضرتك تؤمر بيه. حاضر. حضرتك اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار يا دكتور. اللي حضرتك تؤمر بيه. انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق. طبعا. عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني، فيبقى قفزه كبيره يعني. مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص. ها اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. تمام. اتفضل دكتور مصطفى. فاتفضل. متشكرين المحافظ البنك المركزي والدكتور مصطفى والحكومه كده يعني. طيب
انا بس عايز اقول لكم ان حكى البرنامج اتكلمنا في النقطه دي، اسمحوا لي ان انا القي الضوء عليها شويه عشان يعني تبقى واضحه للناس، يعني لان الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع راس الحكمه، لكن اسمحوا لي ان انا اتكلم عليه برضو مره تانية وبس كمان من منظور تاني، يعني لان طبعا دايما رغم انه بيبقى فيه اعلان واضح واحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجه، ما يصحش يعني احنا ما يصحش ان احنا نخدعكم او نقول كلام مش دقيق او كده يعني. فلا طبعا اللي الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكه وشكل المشروع اللي احنا بنتكلم فيه بمساحته حتى بالاجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليله القادمه عشان المشروع ده يبقى اكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام اتقال بشكل او باخر لكن انا باكده يعني، والوقت هو ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا ان احنا واشقائنا في الامارات يعني يبقى فعلا يقدروا يحققوا المدينه العالميه ديت اللي هي بمعنى مش على قد ان احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه اربعه حتى في الشتاء ولا الصيف، لا احنا بنتكلم على حاجه فيها حياه مستمره على مدار السنه بالكامل بانشطه كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لاول مره في مصر. لكن اللي انا عايز اقوله باختصار هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه يعني. الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي ويوم الجمعه فيه زيه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات وعلى راسهم اخويا فخامه رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد، لان هو ده انا عايز اقول لكم مش سهل ابدا ان حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، انا بتكلم بجد يعني. وده شكل من اشكال يعني المسانده والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانيه ومن غير احراج ولا اي حاجه. انا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، واحنا اشقائنا يعني اشقائنا في الخليج دايما جنب مننا يعني، لكن انا بسجل هنا موقف خاص بالامارات في الموضوع ده، لان كان الظرف الاقتصادي بقى له 4 سنين صعب في مصر. سنتين ازمه كورونا، وطبعا لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني ان احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس انا حبيت انوه عنه. لا طبعا كل اجراء، كل مشكله، كل ازمه بتمر في اي حته بيبقى ليها تاثير علينا، واحنا طبعا يعني ظروفنا مش يعني ظروفنا برضو مش صعبه يعني، عايزين نعمل حاجات كتير وظروفنا مش سيئه. فالمهم فجت كورونا عادت سنتين، ثم بعد كده ابتدينا نقول يعني ان شاء الله خلاص الأزمة دي هتعدي ونكمل. جت أزمة الأزمة الروسية، وبعدين واحنا في الأزمة الروسية جت طبعا الأزمة الكبيرة اللي احنا عايشينها دلوقتي واللي نتمنى ان هي تنتهي في أسرع وقت. وهنا برضو لازم أقول لكم ان انا حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين على ان احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في القطاع غزة. وده كلام مش بس، هي الفكرة كلها إن في أوقات الصراع بيبقى في كلام كتير وفي بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن إحنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على إن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.
لكن المواضيع مش سهلة زي ما احنا متصورين، وان اعتقد البعض ان احنا ممكن نقول كلام، وانا قلت الكلمة دي قبل كده، نقول كلام ونكون احنا بنعمل حاجة تانية. لا لا، احنا مش، انا قلت لكم مرة قبل كده، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده. يعني لا نكذب ولا 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 نتآمر ولا لا 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 لا، هنروح من ربنا فين؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، متشكر متشكر. فالمهم انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم. خلوني اقول لكم بس النقطه دي مهمه قوي، لان خلال الاربع شهور اللي فاتوا ولا اكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. احنا ابدا مصر، وانا طب انا قلت الكلام ده قبل كده، والحكومه بتقوله كتير، والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق القطاع، ولكن اسف المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما حصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء. لكن واحنا كمان بنحبكم كلكم، فانا بس حبيت اشير للنقطه ديت. واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار، وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. ف فكان لابد ان انا اقول الكلمتين الصغيرين دول، وايضا اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمسانده للقضيه الفلسطينيه حتى نصل ان شاء الله الى دوله فلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه ان شاء الله. طولت عليكم بس كنت لازم ابدا بكده. اللهم لك الحمد. بناتي وأبنائي من ذوي الهمم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أود بداية أن أرحب بأسر أبنائنا من ذوي الهمم، وأكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليداً مهماً وعلامة سنوية باردة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، إيماناً بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية، وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت، وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح من قلب المحن، والمنح من قلب المحن. وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم، كل السواعد وكل القدرات. أنا عايز الصورة معك حضرتك. حاضر حاضر حاضر. وأتقدم كذلك بالشكر إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال التي تتضافر جهودها مع جهود الحكومة
في نموذج وطني متكامل ومشرف، من أجل تقديم كل عون ودعم لأبنائنا من ذوي الهمم. الحضور الكريم، يواجه عالمنا اليوم وإقليمنا تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعاً تتطلب الوحدة والجلد والثبات. وأؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق، طريق العمل والصبر والتضحية، ثقة منا في قدرات هذا الشعب العظيم، واستلهاما لما نراه دائما في أبنائنا من ذوي الهمم، من قدرة على تحمل الصعاب والنجاح رغم كل المعوقات. وفي هذا الإطار فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم، والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي، واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف، اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي أول دولة الرئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار إن شاء الله. أبنائي وبناتي، في ختام كلمتي أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتي البالغة بتواجدي معكم ولقائكم اليوم، متمنياً لكم ولأبنائكم وبناتكم كل التوفيق والنجاح. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم. وبالله العظيم دائماً، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عشان نتصور في النص، يلا عشان نتصور كلنا مع بعض.